هي الفنانة روجينا، برحب بيكي على الشتاء ده وشفانا النهارده، وبمارك لك على تكريمك من مؤسسة أمسام الطبية. الله يبارك فيك، أنا سعيدة جدا بالتكريم وخاصة من مؤسسة أمسام، وببارك للدكتور أيمن البياع، وبقول يا رب كده إن شاء الله بإذن الله باستمرار في المشاعر الإنسانية دي، وباستمرار يبقى قلبك في الحتة دي، الإنسانيات والمستشفيات والمرضى والأطفال، يا رب إن شاء الله. دخل مع المخرج محمد سامي، يمكن اعتقد رابع تجربه ليكي معايا، وهو ليه تكنيك خاص في الاخراج في وقت بيبقى معايا في مسلسل الاسطوره مع محمد رمضان. تكلمي عن محمد سامي ومحمد رمضان. والله انا بقول من حظي من السما السنه دي ان انا بقى بشتغل مع الاسطوره، الاثنين اسطوره الحقيقه، محمد رمضان اسطوره ومحمد سامي اسطوره، فيا رب انا اكون كده على قد المستوى، وسعيده جدا بالتجربه معاهم، وانا اعتقد ان احنا ان شاء الله باذن الله عاملين حاجه مختلفه وحلوه قوي. الفنان اشرف زكي يمكن النهارده كان ابدى غضبه وقال انه هيقرر مقاضاه جهه ما بتستغل اسمه في عمل دورات او كورسات، وصل لحد فين؟ لا ما اعرفش خالص على اللي انت بتقوله ده، يعني مش عارف. خبرك منشور النهارده الصبح؟ لا بس مش عارفه والله، يعني اشرف ما كلمناش في الموضوع ده، او هو ممكن يبقى الشغل بتاعه الخاص بالنقابه ما يعني بيسالنيش فيه او بياخد رايي. هنشوف حاجة تانية لروجينا مع الأسطورة إن شاء الله بإذن الله، عندي الطبال مع عصام نصار وأمير كرارة بإذن الله، المنتجة دينا كراي إن شاء الله بالتوفيق، وشكرا. شكرا.